آثار السلف عطرة في جانب الخوف منه سبحانه. جاءت سيرتهم مبهجة وحياتهم مذهلة، أخمصوا البطون، أخمصوا البطون عن المطاعم الحرام، وأغمضوا الجفون عن مناظر الآثام، واجتنبوا قبائح الأفعال والكلام، كل هذا خوفا من ذي الجلال والإكرام. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الخائفين، فقال: قلوبهم بالخوف قرحة، قلوبهم بالخوف قرحة، وأعينهم باكية، يقولون: كيف نفرح والموت من ورائنا، والقبر أمامنا، والقيامة موعدنا، وعلى جهنم طريقنا، وبين يدي الله موقفنا. إليكم يا رعاكم الله، إليكم نماذج من أحوال الخاشعين ومقاطع من أخبار الخائفين، لتؤتي أكلها عندك فاسمعها واعقلها، وعلى نفسك فاعرضها، وبخوفهم وأمنك قارنها، علك أن تتدارك نفسك وتنذرها. أولهم إمام الخاشعين محمد صلى الله عليه وسلم، كان إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، اذكروا الله، جاءت الراجفة، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، رواه الترمذي وأحمد. لما أتتك قم الليل استجبت لها، العين تغفو وأما القلب لم ينمي، تمسي تناجي الذي أولاك نعمته، حتى تغلغلت الأورام في القدم، أزيز صدرك في جوف الظلام سرى، ودمع عينك مثل الهاطل العمم، الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقم. هذا عمر بن الخطاب، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من بشر بالجنة وهو يمشي على الأرض تحضره سكرات الموت، تنفضه نفضا، ورأسه في حضن ابنه عبد الله، فيقول لابنه: يا بني، ضع خدي على الأرض، عساه أن ينظر لي فيرحمني. فما تحرك عبد الله، فصاح به عمر: يا بني، ويحك، ضع خد أباك على الأرض، لعل الله أن ينظر لي فيرحمني. يا ويل عمر إن لم يغفر الله له، يا ويل عمر إن لم يغفر الله له، هذا المبشر بالجنة يقول هذا، بكى عمر الفاروق خوفا وخشية، وقد كان في الأرض الإمام المثاليا، وقال بصوت الحزن: يا ليت أنني نجوت كفافا لا علي ولا ليا.
كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يصوم النهار ويقوم الليل، وكان إذا وقف على القبر يبكي حتى تخضل لحيته من البكاء، فيسأل عن بكائه فيقول: سمعت الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رواه الترمذي. الله أكبر. سل نفسك يا أخي، سل نفسك يا أخي، كم مرة وقفت على شفير القبور، كم مرة وقفت على شفير القبور وبعينيك أبصرت اللحود وبيديك هاتين، أهلت التراب على أهلها؟ هل تحرك قلبك؟ هل تحرك قلبك؟ هل وجلت نفسك؟ كم حبيب دفنته وفي ظلمة اللحد أودعته؟ ما تحرك لك قلب وما دمعت لك عين؟ أما أنها الغفلة والقسوة. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه المبشر الرابع بالجنة، إذا أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، يميل في محرابه قابض اللحية يتململ تململ الملدوغ، ويبكي بكاء الحزين وينادي: يا ربنا يا ربنا يا ربنا، آه ثم آه، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. وهذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أعلم الناس بالحلال والحرام، حين حضرته الوفاة جعل يبكي، فقيل له: أتبكي وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتبكي وأنت وأنت؟ فقال: ما أبكي والله جزعا من الموت إن حل بي، ولا لدنيا تركتها بعدي، وإنما هما القبضتان، قبضة في النار وقبضة في الجنة، فلا أدري في أي القبضتين أكون أنا. أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعشائه وهو صائم، وكان يقرأ القرآن قبيل المغرب، فوصل قول الله تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فلم يزل يبكي حتى رفع طعامه وما أكل منه لقمة وهو صائم. وعن قيس قال: بكى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وبكت امرأته لبكائه، فقال لها: ما لك؟ قالت: بكيت لبكائك. فقال عبد الله: بكيت لما تذكرت أني وارد إلى النار، فلا أدري أناج منها أم لا. صدق الله. وإن منكم إلا واردها، حتما مقضيا. الله أكبر. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيهم علي بن أبي طالب: يوم أن صلى الفجر في الأسبوع الأخير من حياته والتفت إلى المصلين وقد علته كآبة وحزن،
وهو يقول: لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئاً يشبههم، يتكلم عن زمانه فكيف لو رأى زماننا اليوم؟ يتكلم عن زمان ما زال فيه بقية صحابة وكبار التابعين. لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولم أرى اليوم شيئاً يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثاً غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزى، قد باتوا لله سجداً وقياماً يتلون كتاب الله، يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا ذكروا الله فمادوا كما تميد الشجر في يوم الريح، وهملت عيونهم بالدموع حتى تبل ثيابهم. إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، وخرس في النهار لطول صمت عليهم من سكينة خشوع.